في عناوين النشرة: عينات إبسوس غير مطابقة للمواصفات أيضا. بعد فترة جابوا لنا أنه في هذه المكانة بتوافقوا، قلنا لهم أوكي. كنتوا تعطون الورقة؟ إيه هذه فترة ضلت شي شهر يمكن. في الخاص بال102 مشروع أب. بس يكون هذا مرتاح الموتور شغال. لا غذاء دوليا للنازحين بعد اليوم. أننا سنكون مسؤولين عن شعب بكامله، طعاما وأمنا وصحة وملبسا. وفي النشرة: فرخ البط عوام. ياسمينة دايما عم ترفقني بالتحضيرات قبل نشرة الجوية. من قناة الجديد في بيروت، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية. بخلاف حرارة النهار الخريفي ودرجاته المرتفعة، انخفض هبوب الريح سياسيا، فانعقد مجلس الوزراء على الصمت وركن أهالي المخطوفين إلى معادلات مستجدة. ولمح قارئو الطقس القطري طيف موفد التفاوض في بيروت هدوء سبق عاصفة الأكس بغدادي وتبيان صلتها السابقة بزعيم الدولة الإسلامية، ما عد ورقة قوة أصبح يمتلكها لبنان للتفاوض من علو شاهق وليس برضوخ وإذعان. وتبعا لميزان القوة لدى قائد الجيش العماد جان قهوجي، فنحن لسنا ضعفاء، نحن عسكر نتلقى ضربة ونرد بمئة وسنهزمهم مهما بلغت التضحيات. وهو كلام ينصح بألا يكون مستندا إلى عزيمة السياسيين المفاوضين منهم والمرابين على خطوط الجرد، لأن السياسيين اختصاصيو تضحيات بالجيش ومتمرسو هزائم. فإذا كانت المؤسسة العسكرية ستنفذ مبدأ رد الضربة بالمئة، فلن يكون أمامها سوى دفع التكلفة وتحرير الجنود. فالعسكري الذي ينذر نفسه للوطن سيكون مهيئا لأسوأ الاحتمالات، وبينها الشهادة. والاقتحام أخطر الحلول لكنه سيدها. ولأن الجديد قررت اقتحام ملف من نوع آخر وستضع له النهايات في الإعلام والقضاء معا، فإليكم جزءا آخر من حكاية شركة ستات إبسوس التي ادعت العالمية محليا، فإذا بها أهلية بمحلية. قراراتها المصيرية قد تؤخذ في مطبخ منان والسيدة والدته، وما سنكشف عنه اليوم يتعلق بكيفية الحصول على عينات الإحصاء غير المطابقة للمواصفات. آلات توضع في منازل أقرباء وأصدقاء المنان، وعلى أساسها تحتسب نسب المشاهدة في التلفزيونات وقراءة الصحف. وبناء على نتائج هذه العينات المأخوذة بالمونة، تصبح أعرق الصحف اللبنانية جرائد الاستعمال المنزلي وغير مقروءة، وتسبقها في الإحصاء صحف بنت ساعتها ليس لها أي مجد في الحبر. إبسوس العالمية هي في لبنان فاميلي بيزنس يديره السيد أدوار منى. الرئيس آدي، مدقق الأصوات آدي، وداد يعني الوالدة مدقق الأصوات. أما التحالف العالمي العملاق مع شركة نيلسن التي تتصدر سوق الإحصاءات والذي سوقت له إبسوس اللبنانية، فلم نجد له أثرا في العالم بأسره إلا في لبنان وعلى شكل استثمار ورثته شركة نيلسن عن شركة أخرى تدعى اي جي بي. وبالمناسبة، وهذه ملاحظة لمحامي الشركة اللبنانية الذي روج للتحالف العملاق المزعوم، اسم الشركة نيلسن وليس نيلسون، وهي نيلسون نفسها التي كان بين أحد شركائها وإبسوس العالمية دعاوى قضائية حتى العام 2009، بعدما رفعت شركة أربترون المصنعة لجهاز البيبل ميتر دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد إبسوس العالمية تتهمها فيه بارتكاب تجاوزات في استعمالها لأجهزة البيبل ميتر. فتش عن ستات إبسوس اللبنانية على الموقع الإلكتروني لنيلسن ولن تجدها، بل ستجد شركة أخرى في لبنان لا علاقة لها البتة بإبسوس.
ما علاقة نيلسون العالمية بإبسوس اللبنانية إذن؟ مجرد استثمار كما تشير بيانات نيلسون، وقد ورثته عن شركة AGB بعد أن اشترتها عام 2006، تماما كما هناك استثمار لنيلسون في غير مكان في العالم، حيث JFK هذه المرة شريكة لهم وبالأصالة، وليس عبر شركة AGB نيلسون ريسيرش المساهمة في إبسوس اللبنانية، وهي AGB نفسها التي رفع المدعي العام اليوناني دعوى ضدها عام 2006 يتهمها بتزوير وفبركة نسب المشاهدة. والشك دائما بيصير موجود، لأنه أهين شيء أنك تتهم شركة دراسات بعدم الصدق، مش هقول بغير كلمات يعني، بدي هو هذا أهين شغلة تقدر تتهم بلا ما دوم تحط وثائق أو بالمقابل إثباتات. ما في ولا مرة كان في اتهام في بقلبه إثبات. يا مرحبا بالتحدي. كنا قد شرحنا أن نظام البيبل ميتر في لبنان يقوم على نشر 600 جهاز في 600 منزل، على أن توفر المعطيات التي تبثها هذه الأجهزة نسب المشاهدة التي يتم التعامل معها بوصفها مؤشرا عن توجهات الرأي العام، وبالتالي فإن أي تلاعب أو تدبير مسبق لنسب المشاهدة هو عمليا سرقة موصوفة لآراء الناس. تقوم أبسط قواعد الإحصاءات على لاءات أخلاقية لا مجال للاجتهاد بها. أولها أن لا ترتبط العينات المختارة بصلة قرابة أو صداقة مع أي من موظفي شركة الإحصاء، وثانيها أن لا يتم امتحان الخيارات والتوجهات السياسية والتلفزيونية لهذه العينات قبل تركيب الأجهزة، وثالثها الحفاظ على سرية هوية العينات المختارة. لا تسألون كيف، ولكننا نجحنا في الحصول على عينة من 150 منزل تم تركيب الأجهزة لديهم، وعليه رحنا نتأكد من صحة الوثيقة، ولكن بعد جردة بسيطة على أسماء موظفي شركة إبسوس، هكذا اتصلت الزميلة ليال بموسى من الوحدة الاستقصائية بالمنازل الواردة في اللائحة، وهي تنتحل صفة شركة إحصاء لتسألهم عن الجهاز وعن أقربائهم وأصدقائهم في شركة إبسوس إن وجدوا. حاشا شركة إبسوس. ألو 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 مرحبا. أهلا استاذ. إيه؟ كيف حضرتك؟ عم بحكي معك بخصوص إبسوس. إيه بدي استفسر بس على موضوع المكنة، فيها أي مشكلة؟ والله هيك ما في، أنا ابنه يعني ما بعرف شيء عن الموضوع. حضرتك مين؟ ابنه لأستاذ. إيه هو معنا بالشركة. أن لا ترتبط العينات المختارة بصلة قرابة أو صداقة مع أي من موظفي شركة الإحصاء. بيقربكم أستاذ اللي بيشتغل عنا بالشركة؟ ابني لواء. ابنك لواء هو بيشتغل بالشركة عنا مزبوط؟ بيشتغل بشركة إبسوس. نعم. أن لا ترتبط العينات المختارة بصلة قرابة أو صداقة مع أصحابنا. هني أصحابكم معنا بالشركة يعني؟ لهم زمان يعني هاي المدام معكم. أنا كمان إنه أختي بعلي كمان طلعوا لعندها. أن لا يتم امتحان الخيارات والتوجهات السياسية والتلفزيونية لهذه العينات قبل تركيب الأجهزة. أول مرة بلشنا يعني على أوراق نسجل إنه سحضرنا هيك، هلأ وقت الدعاية شلنا، بعد ربع ساعة حضرنا هون، بعد فترة جابولنا إنه في هيدي المكنة بتوافقوا، قلنا لهم أوكي. كنتوا تعطون الورقة؟ إيه هيدي فترة ضلت شي شهر يمكن. أجهزة تم تركيبها عند أبناء وأهالي وأقرباء وأصدقاء موظفين في إبسوس، وآخرون تم استبيانهم لفترة عن خياراتهم التلفزيونية قبل تركيب الأجهزة. كل هذه المخالفات سنتحقق منها مع مدقق مختص، طبعا بانتظار رد كل من نيلسون وإبسوس العالميتين على الأسئلة التي أرسلناها. رئيس مجلس الإدارة المدير العام لقناة MBN قاسم سويد أصدر بيانا جاء فيه إن الفضيحة المدوية التي كشفتها قناة الجديد في تقاريرها الإخبارية والمتعلقة بملكية شركة إبسوس تات ودور السيد أدي مونان
فيها تستدعي تدخلا عاجلا للقضاء اللبناني لوضع يده على هذا الملف الحساس والخطر وكشف المستور في عمل الشركة وملكيتها ودورها المشبوه في عمليات التلاعب والتزوير الذي مارسته الشركة ولا تزال من خلال الأرقام الإحصائية لنسب المشاهدة على القنوات التلفزيونية اللبنانية. ودعا سويد الوزراء المختصين وخصوصا وزيري الإعلام والاقتصاد إلى عدم تغطية ارتكابات هذه الشركة والمبادرة إلى سحب ترخيص شركة إبسوس وإلى عدم السماح لها بمزاولة أي نشاط لها على الأراضي اللبنانية بعد سلسلة الفضائح التي تتكشف كل يوم أمام الرأي العام. التيار الوطني الحر يدعم أي حوار بين اللبنانيين لا سيما بين حزب الله وتيار المستقبل، والنائب ألان عون يؤكد أن موضوع رئاسة الجمهورية هو استحقاق وطني لا يمكن بته من دون المكون المسيحي، ويقول في مقابلة مع الزميل باسل العريضي أن تيار المستقبل لم يرتقي بعد إلى المستوى المطلوب في تعاطيه مع المسيحيين في الاستحقاقات اللبنانية. أكيد مهم أنه يصير حوار بين فريقين بما يرمزوا لهم في هذا الصراع الكبير الحاصل بالمنطقة، وهن أحدث امتداداته في هذا البلد. كتير مهم بعد قطيعة طويلة بينهم أنه يحصل حوار مباشر، وأكيد انعكاسات على منع الفتنة بالبلد، وهذا شيء منرحب فيه ونحن معنيين فيه. هذا واحد. ثانيا أكيد هن معنيين بكتير ملفات مطروحة اليوم على الساحة، وبيناتهم الملف الرئاسي، لأنه هذا ملف وطني منه بس يعني فريق معين، ولكن أكيد هن كمان بيعرفوا أنه لا يمكن تجاوز الفريق المسيحي تحديدا بهذا الاستحقاق. نحن مسهلين في كل الأمور يلي بنعتبر أنه هي لمصلحة البلد. هل نجاح الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل قد يساهم بإعادة الحوار بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل؟ مش مقطوع الحوار، لا شيء يمنع أن يحصل حوار بينه وبين المستقبل، بس أكيد وصل إلى حيط مسدود فيما يخص ملف أساسي هو موضوع الرئاسي، وهذا انعكس حكما على باقي الملفات. أي تحريك لموضوع الرئاسي بينتج عن حوار تيار المستقبل وحزب الله شيء جيد، أن يتحرك الملف إلى الأمام. والأهم أنه مش الإجابة بس على موضوع أسماء، الأهم أن يجيب وتحديدا الشركاء المسلمون وهن طرفين مسلمين بالبلد يجيبوا على الهاجس المسيحي، كيف يمكن أخذ بالاعتبار الإرادة المسيحية في استحقاق بهالأهمية عند المسيحيين وعند اللبنانيين. تيار المستقبل يقول أنه اليوم رئيس تمام إسلام ليس هو الأقوى ضمن الطائفة السنية، فبالتالي اليوم المرحلة لا تتطلب الأقوى مسيحيا إنما الأكثر توافقيا. بعد 15 سنة من التهميش الفظيع بالمسيحيين على كل الأصعدة، بعتقد هذا الكلام اليوم خارج السياق. نحن اليوم بمسار إعادة تصحيح ووضع أسس حقيقية للشراكة، مطلوب من تيار المستقبل اليوم أكثر بكثير لتعويض كل المعاملة الخطأ اللي حصلت بحق المسيحيين، أكثر من هذا المنطق اللي عم بيحكوا فيه. ولهلأ بعد ما شفنا أنه تيار المستقبل ارتقى إلى المطلوب في تعاطيه مع المسيحيين في هذه الاستحقاقات. أهالي المخطوفين يعولون على نقاط إيجابية جديدة في ملف أولادهم. أراحت عودة الوسيط القطري إلى لبنان أهالي المخطوفين الذين عاشوا في الأونة الأخيرة على وقع التهديدات المتكررة بقتل أبنائهم. وبحسب الأهالي فإن الزيارة تندرج في سياق حركة إيجابية يلمسونها على الأرض في الأيام الأخيرة، وأهمها ملف سجد دليمي وابنتها هاجر واحتمال استخدامه ورقة ضغط، مرجحين ومتمنين ألا يتخطى حل ملفهم رأس السنة. احنا عم نلمس خطوات وتحركات سريعة وجدية، رح ننطر القطر شو رح يعمل. بنتمنى انه يوصل، بس انا اللي بدي اقوله انه حتى نحن اذا حسينا انه الامور بدها ترجع تتعقد، يمكن نحن كاهالي نتوجه، صار في عندنا قنوات يمكن نتوجه باتجاه تركيا لحتى نطلب مساعده لتوقف معنا كاهالي وتتدخل بهذا الملف. ليه تركيا؟ ليه اليوم نقيت؟ نحن عندنا احساس كبير بانه تركيا قادره تلعب دور، بس ما بعرف ليش لحد هلا ما تدخلت. نحن ممكن كاهالي ممكن نلجأ له ونسافر ونروح هناك. من 3 اشهر تقريبا وست ايام مش حكي معي زياد، وحكي معي مره، ما فيش اتصالات بالمره. الدوله الاسلاميه سمحت لبعض الاهالي انه يزوروا اولادهم، نحن لا نسمح لنا نزورهم ولا بنعرف عنهم شيء، ولا حتى امننا اذا وصلوا لهم تياب او لا.
مع أبو طائية بهذا الموضوع يقدر يتواصل معه؟ المفروض هي قناة التواصل الوحيدة بين الشيخ مصطفى وبيننا نحن هو الوزير وائل أبو فعور. متفائلين من اللي صار اليوم هالقصص اللي عم نسمعها؟ الصراحة أنا لا، ما في اتفاقه، لانه حكومه كذبت عليك 4 اشهر، ما رح تجي فجاه وتصدقيها، رح تضلي ما تصدقيها ورح تضلي شاكه انه عم يعملوا شيء لا فوق طاوله ولا تحت طاوله، في مصالح ليامنوا مصالحهم كلهم سوا. وفي هذا الاطار تحدثت مصادر وزاريه عن عدم وضوح في ملف التفاوض، وان الجهات الخاطفه ليست على مستوى من الجديه، ويتصرفون بمزاجيه ويسربون بعض الاسماء في حين لا يعدون لوائح اسماء رسميه يطلبونها للمقايضه، فضلا عن نشر شائعات بغية إحداث بلبلة من شأنها التشويش على الملف. كفر رمان تشيع شهيدها المعاون في الجيش محمود نور الدين. شيعت قيادة الجيش اللبناني وبلدة كفر رمان الشهيد المعاون في الجيش محمود علي نور الدين الذي استشهد في وادي عين عطف عرسال في خلال تفكيك عبوة زرعتها المجموعات الإرهابية في تلك المنطقة. وقد أكدت كلمة العماد جون قهوجي عبر ممثله أن دماء الشهداء التي أريقت في سبيل لبنان لم تزد الجيش إلا قوة ومناعة وإصرارا على استكمال مسيرة الإنقاذ كائنة ما كانت الأخطار. هكذا كان قدر شهيدنا الغالي محمود أن ينضم سريعا إلى كوكب من رفاقه الأبرار الذين سقطوا بالأمس في مواجهة يد الغدر والإجرام، ويمضي إلى دار الخلود عزيزا كريما. بعدها قلد المعاون الشهيد نور الدين وسام الشهادة، ثم حمل نعشه على أكتاف عناصر من الجيش، وقد أدت له ثلة من الجيش تحية الوداع. بلغ السنة الثانية بعد 100 بحسب قوله، وهو سيصبح أبا بعد أشهر. عكري يهوى النساء. سليمان خالد محمد المل من بلدة العبودي في عكار مسن تجاوز عمره 100 سنة، لكن المفاجأة أن العم محمد ولدت زوجته العام الماضي وهي حامل الآن في شهرها الرابع. الرجل الذي لا يزال يعمل في تكسير الصخر على حد قوله سر طول عمره النظام الغذائي وراحة البال. عم نوال كنت بعدك عم تنجب أولادي لسه عم تخلف، وهلأ نية، هلأ المرأة حبلت، هلا مسلمي مرضك كمان؟ والله حبلي، هلا ما بدها تضل اذاعه وما تجي، هلا بدي تجي اذاعه من المانيا علي. هلا اللي بيشوفك هيك بهالعمر بيقول لسه في رجال لسه بهالعمر بيقدر يتجوز ويخلي؟ والله بيخلي. ايه والله زلمه بس يكون هيدا مرتاح. ايه بس يكون هيدا مرتاح الموتير شغال. عم خبرنا شو بتاكل انت اليوم؟ انا والله بعد ايام ما باكل غير خبز الناشف، لحتى الخبز الخبز اللي موجود اسدنا مو عم ينعجن مبيصوك. العم محمد يهوى المراه ويصدح لها بالاهازيج الشعريه. وانا المغروم بحبك يا حوا، والله كرمالك يا حوا، انت الام والام، وانت الاخت والاخت، انت العمه والعمه، انت الخالي والخاله، كرمالك يا حوا والله لحتى لي سوح بهالدنيا. وكحال الكبار يرى أن الخير أقل وأيام زمان لا تتكرر. أطفال سوريا النازحون يستعدون للنوم ببطون خاوية. قد لا يتمكن هؤلاء الأطفال حتى من اللهو قريباً، فبدءاً من العام الجديد سيضطر هؤلاء إلى توفير أكبر قدر من الطاقة في أجسادهم فقط ليتمكنوا من البقاء على قيد الحياة، فالغذاء ما عاد متوافراً. المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي إرثارين كوسا قالت صراحة إن 1,700,000 نازح سوري في الأردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر مقبلون على شتاء مليء بالجوع. وعلى الخطى نفسها نشرت اليونيسف بياناً حذرت فيه من نتائج تعليق برنامج الغذاء العالمي، وقالت إن ملايين الأطفال السوريين اللاجئين مهددون بالجوع والنوم ببطون خاوية. ولاستئناف برنامج الأغذية العالمي أطلقت أمس حملة تبرعات على شبكات التواصل الاجتماعي لجمع 64 مليون دولار لتوفير الغذاء لنحو 1,700,000 لاجئ سوري.
موجة التحذير هذه وصلت إلى لبنان، ففي ندوة شارك فيها وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس والصحة العامة وائل أبو فعور، لفت درباس إلى أن لبنان يمشي نحو كارثة حقيقية بفعل هذا النقص. في العام 2013 لم يرد سوى 53% من المقدر، نحن في نهاية العام 2014 لم يصل الأسعار سوى 43% من المقدر. الآن توقف برنامج الغذاء العالمي، وهذا يعني أن لبنان يسير حسيسا نحو حقيقة فاجعة، وهي أننا سنكون مسؤولين عن شعب بكامله، طعاما وأمنا وصحة وملبسا وغذاء. ولفت أبو فعور إلى أن رعاية الأطفال السوريين النازحين هي مسؤولية المفوضية العليا للاجئين، مجدداً التحذير من فكرة توطين اللاجئين السوريين. المحكمة الدولية في لاهاي استمعت إلى إفادة المسعف في موكب الحريري رشيد حمود. نواصل إذن، هل يمكن القول أن السوريين استبدلوا بالبيروقراطيين من منظمة الأمم المتحدة بعد الاعتداء بقليل؟ هل تذكر ذلك؟ نعم أذكر ذلك. استأنف فريق الدفاع في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي جلسات استجواب الشهود، فكانت الشهادة لرشيد حمود وهو مسعف في موكب الرئيس رفيق الحريري. سيارتنا سيارة طبية، منا سيارة أمن، يعني لا الشوفير معه سلاح إذا فات السيارة يقدر يعترضها بالسلاح، ولا نحن معنا سلاح، يعني نحن سيارتنا مهامة طبية. مشان هيك قلت لك، قلت سابقا أنه نحن ممكن كان كتير فوت سيارات بيناتنا بدون ما نعترض أي سيارة، ومرات كتير كنا نضيع الموكب ونرجع على التليفون أو على الراديو نحكي معهم لحتى يقولوا لنا وين هن بأي مكان موجودين. وأوضح حمود أنه كان يطلب إلى سائق الإسعاف البقاء دائما بعيدا عن الموكب نحو 50 مترا، وهو لم يتمكن من تحديد المسافة الفاصلة بين سيارة الإسعاف وموكب الحريري، معتبرا أن من يستطيع ذلك هو السائق نفسه. وتخللت الجلسة تلاوة من قبل فريق الدفاع لإفادة كان قد أدلى بها الشاهد حمود أمام القاضي الياس سعيد. مجلس الوزراء يؤكد أن خلية الأزمة مستمرة في عملها وأن الموضوع دقيق، ويحمل التغطية الإعلامية مسؤولية في هذا الملف. لم تكسر الحكومة حاجز التوقعات المنتظرة في شأن ملف العسكريين المحتجزين وحادث الاعتداء على الجيش اللبناني. اكتفى البيان الذي تلاه وزير الإعلام رمز جريج في ختام الجلسة التي عقدت برئاسة تمام سلام بكلام منقول عن الرجل عن استمرار دعم الجيش والمتابعة الدقيقة لملف العسكريين، والإشارة إلى أن هذا الملف في عهدة خلية الأزمة، وكالعادة رمي الإعلام بسهام المسؤولية عن تعثر المفاوضات. هذه العبارات الإنشائية عكست جو الجلسة التي وصفها غالبية الوزراء بأنها أقل من عادية، بجدول أعمال من 50 بندا غالبيتها قرارات إجرائية واتفاق ما بين غالبية الوزراء على التزام مبدأ التضامن الوزاري. خلية الأزمة مستمرة في عملها من أجل التوصل إلى تحرير العسكريين، وإلى أن الموضوع دقيق ومعقد ويجب أن يتابع بتكتم ومسؤولية، وأن التغطية الإعلامية لا تساعد ما يبذل من جهود للوصول إلى حل يؤمن الإفراج عن هؤلاء العسكريين. فأشار إلى أن الجيش يدفع دائما ضريبة الدم من أجل الدفاع عن الوطن، وتقدم بتعازي مجلس الوزراء إلى الجيش اللبناني وإلى ذوي الشهداء، وبرجائه أن يتغمد الله أرواحهم بواسع رحمته. ملف النفايات لم يطرح إلا على لسان الوزيرين أكرم شهيب ومحمد المشنوق، حيث أصر شهيب على ضرورة إقفال مطمر النعم في الموعد المحدد، فيما ألمح المشنوق إلى إمكانية تمديد العمل به حتى تأمين البديل.
طلب رئيس بلدية طرابلس نادر الغزال من شرطة البلدية التوجه إلى بعل درويش لمعاينة المباني المهددة بالانهيار واتخاذ الإجراءات اللازمة. فعاد الفريق التقرير ليؤكد أن لا مباني ستسقط، وكان الأهالي قد وجدوا أنفسهم في العراء بعدما كادت السقوف تنهار فوق رؤوسهم. في بعل الدراويش الأهالي اسم على مسمى. بعد الحرب بين جبل محسن والتباني ومعاناة الأمن المفقود، هم يكادون حاليا أن يفقدوا السقوف التي تؤويهم، لا بل أسوأ، قد يقضون تحتها. فقد تسببت التصدعات في 3 مبان في المنطقة، والناتجة عن المواجهات الأخيرة تسببت بتشريد أكثر من 20 عائلة بعدما طلبت البلدية منهم إخلاء المنازل. رئيس البلدية وأعضاء، أي طفل بينصاب أو بينزل أو قلع أو أي عائلة تتعرض بدي حمله مسؤولية، هو والأعضاء هل عم يتناحروا ويتقاسموا مع بعضهم ما بعرف شو. كل كام يوم بينزل شوي منه شوي منه، الحيط عم ينزل، يعني كان من الطيب اللي نحن فيه أو اللي فوقنا أو اللي فوقنا عم تنزل شعب. منطالب حد الدولة تطلع فينا، يعني هذه بناية عم توقع ونحن ما قدرانين إنه نستأجر. ما بدنا نعمل الليل، نحن نفكر بالموت وبنفكر ايما بتوقع او ايما رحنا. طلبنا اعضاء بلديه قال ما ردوا علينا، اعطونا انذار. سعد الحريري باعت مصوري وساعد كل الناس، ومصريات غا سعد الحريري بعتهم للعالم، يعني بعتهم لتعطيهم للعالم، يعني اكلوا هالمصريات علينا كمان نفس الشيء. برجع وبقول لك يا سعد الحريري، المصاري اللي عم تبعتها لا بتبعتها لهالحروميه ياكلوها بس. وهدد الاهالي بخطوات تصعيديه خلال الساعات المقبله في حال لم يستجب المعنيون لمطالبهم ولم يؤمنوا البدائل لهم. أهلا بكم من جديد. مشادات داخل البرلمان الأردني بدأت على خلفية اعتقال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين وانتهت بشتم الكوتا النسائية. شهدت جلسة مجلس النواب الأردني مشادات وشتائم متبادلة بين عدد من النواب على خلفية مناقشة اعتقال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن زكي بني أرشيد. وقد بدأت شرارة التوتر عندما تحدث النائب عبد المجيد الأقطش عن منعه من الخطابة في المساجد، وهاجم الأقطش إصدار بعض الدول قوائم منظمات إرهابية منتقدا بشدة القوميين العرب قبل أن يرد عليه أحد النواب قائلا: اخرس، إن القوميين أشرف منك وقد استشهدوا دفاعا عن الأرض والعرض ولم يدعوا أو يزيدوا مثل ما يفعل من ينتحل صفة الإسلاميين. وهنا تدخلت النائبة هند الفايز ابنة القومي الراحل حاكم الفايز ووجهت انتقادات لاذعة لمن اعتبرتهم متاجرين بالشعارات في إشارتها إلى الأقطش ومن ينتمي إليهم، ورددت بنبرة غاضبة: القوميون على رأسك. حدة النقاش هذا بينما كان يحاول النائب يحيى أبو السعود إلقاء كلمته دفعته في نهاية الأمر إلى شتم من أقر الكوتا النسائية في البرلمان. على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. بس أقعد شوي، هو جنب الميكروفون. الله لا يسامحه اللي جاب الكوتا على هالقبة، الله ينتقم منه. سعادة الرئيس، بداية اعتذر من الكوتا. تقول اعتذر من الكوتا، الله ينتقم منه مرة ثانية اللي جاب الكوتا، الله يسترجاه اللي جاب الكوتا. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: المرأة صلاتها في مخدعها أفضل من صلاتي في مسجدي هذا. أنا قادر نحكي مع حد؟ قادرين نحكي مع حد الفايز؟ يا يحيى، لا. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يا يحيى، سعادة الرئيس. لا.
واضطر رئيس مجلس النواب عاطف طراونة إلى الاستعانة بنائبه أحمد الصفدي لإعادة النواب الذين خرجوا من القاعة، إلا أنه لم يفلح ما اضطره لرفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب. مؤتمر الأزهر اختتم فعالياته دان ما تقترفه الجماعات المسلحة باسم الدين ودافع عن المسيحيين. رأى البيان الختامي لمؤتمر الأزهر الدولي لمواجهة الإرهاب والتطرف الذي أقيم في القاهرة برعاية الأزهر أن كل الفرق المسلحة والميليشيات الطائفية التي استعملت العنف والإرهاب في وجه أبناء الأمة رافعة رايات دينية هي جماعات آثمة وعاصية وليست من الإسلام الصحيح. وفي ختام أعمال المؤتمر الذي استمر يومين بمشاركة ممثلين عن 120 دولة، رفض المؤتمر في بيانه استهداف الأوطان بالتقسيم والدول الوطنية بالتفتيت، ما يقدم للعالم صورة مشوهة عن الإسلام، مشيرا إلى أن تعدد الأديان والمذاهب ليس ظاهرة طارئة ولكنه كان وسيبقى مصدر غنى للعالم. وندد المؤتمرون بتهجير المسيحيين وغيرهم من الجماعات الدينية والعرقية، ورأوا أن هذا التصرف في حقهم جريمة مستنكرة، ودعوا المسيحيين إلى التجذر في أوطانهم حتى تزول موجة التطرف التي يعانيها العالم العربي. أهلا بكم من جديد. يشهد المطار العسكري في ريف دير الزور معارك عنيفة بين الجيش السوري وتنظيم الدولة الإسلامية داعش الذي يحاول السيطرة عليه. اشتباكات على مشارف مطار دير الزور العسكري. ذكرت أنباء واردة من منطقة دير الزور أن تنظيم الدولة الإسلامية سيطر على أجزاء من المطار العسكري بعد اشتباكات عنيفة كانت قد بدأت بتنفيذ عملية انتحارية بواسطة دبابة مفخخة، ما مكن المسلحين من السيطرة على بناء المسمكة إضافة إلى محطة المياه المجاورة للمطار والتي تعد من أهم نقاط الدفاع عنه بحسب مصادر الجماعات المسلحة. ويعد مطار دير الزور العسكري بريف المدينة آخر المعاقل الرئيسة للنظام في المنطقة الشرقية، ومن خلاله لا يزال الجيش السوري قادرا على بسط سيطرته على أجزاء مهمة من المنطقة. وقد شنت الطائرات غارات عدة على محيط المطار متزامنة مع قصف مدفعي لعدد من القرى، وأشارت المعلومات إلى أن الاشتباكات بين الطرفين ما زالت مستمرة، فيما أشارت مصادر في الجيش السوري إلى أن العناصر المنتشرة في المطار تمكنت من صد هجوم تنظيم داعش، وأن الهجوم أدى إلى مقتل عدد من مسلحي التنظيم وجرح آخرين من دون أن يتمكنوا من السيطرة على أي منطقة استراتيجية قرب المطار. أما الآن فنبقى مع التقرير الفني الذي أعدته الزميلة دارين شاهين عن حملة توعية تقودها ابنتها ياسمينة. غنيت شو غنيت ما حسيت ما حسيت إني قبل مني كنت أغني روح الماما يا قلب من بعد ما بدأت الحملة من الولايات المتحدة الأمريكية مع العارضة العالمية جيزيل بونشن وانتقلت فيما بعد إلى نائبة بالبرلمان الإيطالي، وصلت اليوم حملة التوعية إلى أهمية البريست فيدينغ أو الرضاعة إلى لبنان. خلينا نشوف على مين وقع الاختيار بهالحملة. كنت ياسمينة معك لما كنت عم تصوري، خبرينا كيف جبتيها معك؟ ياسمينة دايماً عم ترفقني بالتحضيرات قبل نشرة الجوية، بتعرفي بدي أعمل شعري وميك أبي وهيدا الشيء بياخد وقت، وبتعرفي أنه الرضاعة الطبيعية بتطلب منا أنه دايماً نكون حاضرين للبيبي. كيف تسهلت الأمور؟ تسهلت عادة لأنه نيو تي في مثل العادة قبلوا معي أنه تكون معي ياسمينة، وهيدا الشيء سهل لي اكثر. بتعرفي المره لما تكون بعد الحبل كثير بتتعلق بالبيبي، مش بس كرمال انه رضعها بعدين حلو تشوفيها وما تبعدي عنها كثير، وهيدا الشيء مش حاله مع الجديد، ما في مشكله.
ياريت كل الشركات بياخدوا هيدا الشيء كرول مودل وكمثل أعلى كرمال يشجعوا أنه النساء إذا في مجال أكيد يجيبوا الأطفال معهم على الشغل أو حتى ياخدوا بريك كرمال تروح الأم تردع طفلة. الحملة الوطنية للرضاعة أنا كتير شجعتها. مزبوط مع وزارة الصحة. وزارة الصحة أصلا كتير قوية والوزير وائل رفعول ما حدا يعني عم بيكون قده هلأ يعني مكفى وموفق. مزبوط. وأصلا حليب الأم يعني مستحيل يكون فاسد ونحن حنعطي فينا نعطي نتبرع نعطي عينات منه لحتى يفحصوه. بحب وضح شغلة لكل الأمهات أنه لازم هني يتحمسوا ليرضعوا لأنه في مفهوم خطأ أنه الرضاعة يمكن تأثر على فورمة جسمهم أو تخليهم يمكن يضلوا ناصحين أو الفورم تتغير. بالعكس الرضاعة بتساهم كتير لأنه المرأة تضعف بسرعة من بعد ما تخلف مش بس هي مفيدة للبيبي. مزبوط. وأكيد أنت يعني أكبر مثال على هيدا الشيء اسم الله ما كأنه مولدة وأنا مأكدة في كتير أمات حياخدوك مثل أعلى لألون وأنت فينا نسميك هلأ سفيرتنا إذا بدك للأمات. وأنا مأكدة أنه وزارة الصحة كتير هن فخورين بهيدا الشيء ومبسوطين أنه حنكون عم نتعامل بعدين مع بعض. وأنا فخورة أنه نحن عم نعمل هالحملة وأنه تلفزيون جديد تحديدا ساهم ودعمنا ودعمنا تحديدا أنا وياسمينة. هيدا مش كل شيء، إنما إذا حبيتوا ياسمينة وحبيتوا تشوفوها شخصيا لاقونا بالمعرض بأسواق بيروت يوم الاثنين الساعة 3. في ختام النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. عينات إبسوس غير مطابقة للمواصفات أيضا. بعد فترة جابوا لنا إنه في هذه المكنة بتوافقوا قلنا لهم أوكي. كنتوا تعطون الورقة؟ إيه هذه فترة ضلت شي شهر يمكن. في الخاص بالمئة واثنين مشروع أب. بس يكون هذا مرتاح الموتور شغال. لا غذاء دوليا للنازحين بعد اليوم. أننا سنكون مسؤولين عن شعب بكامله. طعاماً وأمناً وصحةً وملبساً. وفي النشرة فرخ البط عوام. ياسمينة دايماً عم ترفقني بالتحضيرات قبل نشرة الجوية. كان هذا كل شيء حتى الساعة. فريق عمل هذه النشرة يشكر لكم حسن المتابعة وتصبحون على ألف خير.